الإعلامية مريم سعيد تتقدم بشكوى رسمية ضد دنيا باطمة. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. تقدمت الإعلامية المغربية مريم سعيد بشكوى رسمية ضد المغنية المثيرة للجدل دنيا باطمة، مؤكدة الأخبار المنتشرة حول خسارة سعيد لوظيفتها بسبب باطمة وعدم إتمامها زواجها قبل يوم واحد من حفل الزفاف بسبب قيام حساب حمزة مونبيبي المتورطة فيه باطمة في تسييره بنشر صور فاضحة لها وتهديدها. وبهذه الشكوى الرسمية من الإعلامية مريم سعيد، فإن موقف المغنية دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام القانوني ازداد صعوبة، خاصة أن باطمة لا زالت ممنوعة من السفر بشكل رسمي. وعلى الرغم من ظهور باطمة في أكثر من موقف لتؤكد براءتها وأنها قوية وغير متأثرة وأنها تتعرض لمؤامرة واضحة، إلا أن القضية تشهد تطورات بظهور شهادات وضحايا ومتورطين جدد في القضية. من جانبه، أكد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق المغني حسين الجسمي في فيديو نشره على حسابه في سناب شات أن حساب حمزة مونبيبي كان وراء فقدان مريم سعيد لوظيفتها في MBC، مضيفا أن ذلك الحساب أضر بعدة أشخاص وخرب بيوتا كما تضرر منه هو شخصيا. ومن شأن شكوى مريم سعيد أن تؤزم وضعية المغنية دنيا باطمة وشقيقتها، خصوصا أن القضاء قرر متابعتهما رسميا بتهم المشاركة في الولوج إلى المعالجة الأهلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية من المعنيين بالأمر. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء إن شاء الله.